مرحبا شباب، اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير وبصحه وبسلام. اليوم شباب جايب لكم ماب اسمه بيكسل بيس، ماب اسطوري. شكله اسطوري، لسه جديد شباب، طازه يعني طالع من الفرن لسه. الماب يا معلمين عباره عن كيف مربعات، يعني مربعات زي مربعات ماينكرافت. انتوا شايفين الشعر كيف مكسر كله مربعات، شعر. شكله يا شباب الماب حيكون اسطوري، فخلينا شباب ما نكترش كثير في المقدمه وندخل على طول نشوف الماب هذا ايش بيقول. هنا في عالم استفهام، افتح معلم. السلام عليكم. بقول لك هنا أسوانا ولا مش عارف شو التوتوريال. لا وين وديتني؟ لا طيب يا معلمين، هذا شباب نقلني على القائمة تاعت التوتوريال، ريتني ما ضغطت. أنا ليش ما بقراش؟ كويس خلصنا الحمد لله، مش رايح لك تاني أنت يا زنخة يا أكوانا ولا مش عارف اسمك. لو ضغطنا أم بقول لك بتيجي هنا بتضغط هان وبتضغط هان وبتحط كود يا معلم. أيوة خلينا شباب نشوف بزبط الكود. لا والله ظبط الكود الثاني، حطينا كود اعطانا 500 بس. مين هذا المعلم؟ هذا المعلم دي ليجند. اهلا وسهلا يا معلم، اهلا وسهلا. هذا اسمه ستور. طيب ايش الستور هذا بيساوي؟ من هم تشتري سيف، يعني نشتري سيف على السريع. طب ايش رايكم شباب نعطيها على السريع سيف؟ بقول لك هنا هذه البوست. طيب وهذه ولا شب شباب، هذه انا مش عارف اقرا الصراحه. شيلز بوس، ما بعرف ايش هذا. طب السيف كذا اشتريه انا الحين؟ رضي اشتري يعني؟ اوكي الحين اخيرا الشباب شرى السيف. انا شباب شريت بوصله من هان، هذه ما بعرف ايش هي، شريتها بس. وهذه اوكي تمام. يا 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 طبعا شباب مش عارف، قلت لكم انا جالي ريس سكاي فيها سبنات، فيها الامور هذه كلها، هي شباب تبع التلفيل. السلام عليكم يا هندد. ايش هذا قوي يا زلمه؟ يا شباب خلينا نلعب هيك على ايوه. طبعا شباب فيها الاف تتصدى اياتا يا معلم. اوكي سرقنا يا معلم منك، سرقنا. طيب معلمين خلصنا شباب المهمه، خلينا شباب بس نشوف صراحه. مش عارف وين بدي احط انا وين الستيت سايت ستيت. هنحط شباب على البليد، خلينا نحط شباب كل النقط على البليد. فروت طيب، بيكسل فروت باج. في شنتي كمان، الشنتي بكم؟ الشنتي شباب شكلها 1200 سعرها. والله يا شباب الجيم باس عنده مغير. طب هذه ايش؟ هذه 1900. يا الهي علينا واسود، ليش هيك؟ طيب يا معلمين ايش السياره هذه؟ هذه فكت باقي شكلها، شكلها فكت باقي يا معلمين. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا يا معلم. طيب شباب رجعنا من ثاني، ضل لي شباب بس بوت واحد المفروض نلفل الحين، صح يا معلم؟ يلا يا معلم. طيب ايوه وصلنا ليفل 10، ممتاز جدا. وندي ليجند هياته، خالد مش عارف وين راح. طيب شباب بدي ليجند بعث لي جروب المفروض، يعني ايوه هي شباب الجروب بتلاقي اسمه هاني معلم. لو حد بعث لك تضغط زي هيك خلاص صرت في الجروب، هيات اسمه هاني المعلم. الحين معلم ليفلي صار 10، البوس هياته هناك، تعال نشوف. السلام عليكم يا معلم. اعطيتم علم اجل، والله لمسني يا خالد قلت ابصر ايش فيه، ايش هذا البوس يا اخي؟ جبت علينا قوي هذا، بس لما تكونوا كتار بتزبطوه اكيد يعني، ولما تكونوا تيم مش عارف يعني، لو لازم لو واحد من تيمك ضرب لحاله خلاص بتلفل، لا اعلم صراحه. تعال 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 يا سلام، خلصنا المهمه اعطانا 12 نقطه. طب خليني ثانيه خالد، خليني اجرب بس السياره هذه تبعتك. يو كانت جيت ذس اماونت، ليش؟ ليش؟ شوف شباب صاروخ وبيقول لي انها بتمشي على الميه، هذه مش فاكهه شباب، هذه شكلها جيم باس او شيء. اسمعوا خلينا شباب نقتله كمان مره، بس البص هذا يمكن يوقع لنا حاجه، لا اعلم هو بيوقع اصلا او ما بيوقع. والله شباب الدنيا كويسه شكلها، صح؟ الدنيا كويسه مع البص هذا. كيف جبت المهاره يا معلم انت؟ استنى وفي مهاره، وفي ايش 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 ايش؟ طيب شباب عشان السفينه انا يعني انا متاكد اني شريتها، هي هذه اللي هي هذه شل مش عارف شو، صح؟ هذه البوصله، هذه استنى طب هذه والله فكرت هذه السفينه، طلعت هذه السفينه يا معلم. مش عارف هذيك شباب ايش بالضبط، ما علينا بس كويس رخيص رخيص يعني. خلينا نرسمها نشوف بكم سعرها، 25 على ما اظن زي اللي شفتها 25. او ليش نرسمها خلاص، هيات المعلم رسمها. تعال معلم المعلم والله قاعد على هذه مكيف. طيب لو جينا وقعدنا هان هذا نايم طيب كويس. طيب شوف خلينا نضغط ام ونضغط انفنتوري ونقول ايتم. هي شباب السفينه ممتاز، يعني هيك السفينه صارت معنا لما ضغطنا عليها. هم شباب في التعليم في اول لعبه، اول ما تدخل اللعبه بيجيب لك بقول لك شويه امورك فيها تعليم، فقال لك البوصله بتعمل الحاجات. انا مش شايف الحاجات هذه حاطين راس بطه ولا مش عارف راس مين، المهم جزيره تحت المطبخ هذه. خلينا نروح نشوف يا شباب. شباب بيقولوا لي في سلوب سان جيهان، خلينا نشوف. يا الهي يا شباب السياره هذه صاروخ. طيب شباب البوصله طلعت مش عارف كم شفناهاش، اضغط عليها معلم زي هيك اكوها. نحن هناك يا شباب على الشل تاون، طلع شباب اسم الشل هذا هو اسم الجزيره، والله ما عارف الواحد مضيع شباب المره. في هنا البوابه المعلمه كم؟ 1500 فيش معي، انا معي 650. هذا هو سلوب سانجي،
بقولوا عنه شباب اسطوري جدا، بقول لك هم ومش عارف شو 1500. ماشي ماشي ماشي. طيب الشباب رجعنا مرة أخرى، زي ما تشوفين شباب في الصورة، شايفين شباب كمية الفواكه هذه كلها فيها. قبل شوي دخل نزل كل الفواكه هذه فخرب الدنيا وطفوا اللعبة ورجعونا من تاني. فهنا رجعنا معلمين على الجزيرة هذه، لفلنا ليفل 15 عشان الشباب نروح وين على الجزيرة اللي بعدها اللي هي هناك، ورجعنا مرة أخرى معلمين. بصراحة شباب اللعبة مليانة بقات ومليانة هاكات، ويعني خربوا الدنيا بصراحة الهاكات الشباب. يعني قاعد يعني صورت زي ما شفتوا قبل، صورت شوية وقطعوا، صورت كمان شوية وقطعوا، يعني قطعوا يعني فصلوا اللعبة. فالدنيا إن شاء الله تكون ظابطة الحين إن شاء الله. ما لهيك سفينتنا، السفينة كانت في الأول تعدي ليجند كانت كبيرة يا معلمين، ما بعرف صراحة. طيب والله نطق عالية يا معلم. طيب هيا شباب حنروح على الشلتاون، وإن شاء الله بعد الشلتاون حنروح نحاول نروح نشتري سلوب سانجي إذا قدرنا، إذا لحقنا يعني. في معنا ساعتين دبل إكس بي هياتهم على اليسار تحت، وفي معنا نوتفير، مش عارف يعني والله نوتفير هذه ما بعرف إيش يعني. طيب شباب وبعد عمر طويل وصلنا، صراحة مشوار مش طبيعي. هي هبيلة مشوار شباب بعيد الصراحة، والسفينة بطيئة جدا. طيب هيا شباب الشل تاون، خلينا نشوف بس من وين نشتري بوصلة. في هنا واحد، سلام عليكم. هيا معلمين هذا بيشتري اوريجينال بوست، خلينا نشتريها. لازم اشيل هيك وهيك. طيب 15 جولد، ما شرينا كمان بوصلة. هذه السفينة كبيرة صح؟ والله غير اشتريها شباب، سفينة كبيرة حتلزمني اللي خاطر اشتري السيف هذا، والله غير اشتريها شباب. خلينا نشوف بس السيف هذا كيف قوته. طيب شرينا كل حاجة من هان. في هنا كمان بياع، في مراية هنا، ايش هذا؟ السلام عليكم. تقوليش لا لا تنقلنيش يا زلمة. بتعمل ماشي ماشي ما علينا، بتغير يعني الامور تبعتك. هذا حلاق، محل حلاق، والله حاجة صريح. بيكسل بيس كرو مش عارف شو، مش عارف هذول لعيبة ولا مين هذول اصلا، والله ما انا عارف. خلينا شباب، انا لسه المشكلة مش حاطط اشي. عارفين يا شباب ايش بدي اعمل؟ مش حلف بالهانة، اللي بدي اعمله بدي اروح اجيب فاكهه على السريع. عرفت انه بيجيبوا فواكه، خلينا بس نحط البوصله. البوصله شرناها قبل شوي زي ما شفتوا من وين، من عند هذاك المعلم اللي هناك. خلينا بس نحط البوصله تبعتنا، نشيل هذه ونحط هذه. رائع جدا، معنا فلوس معنا فلوس. خلينا نشوف هيا شباب الجزيره هذيك هي اللي فيها الايش، هي اللي فيها الفواكه يا معلمين. فخلينا شباب نروح نشتري فواكه. كويس انا ما حطيناش حاجه على الستيتس، حاجه كويسه والله يا معلمين. عذاب يا شباب صراحه السفن هذه عذاب، فعشان هيك يا شباب بدي اشتري لي سفينه الحين. بس خلونا ننزل هنا، المفروض ايوه المفروض هذاك هو المحل. خلينا نشوف بس هاي شله باقي يا معلمين، كلهم عاملين زي باقي. شوف مهرجين كلهم، تمين انت برضه مهرج. طب باقي وين المعلم؟ مش عارف وينه. طيب شباب لقينا المعلم هذا، قلنا له بدنا نشتري معلم فاكهة. قال لي تعال الحقني، خلينا نلحقه ونشوف. ايش هذا معاه سيف والله اسطوري يا شباب. انا كنت بدي اشتري السفينة صح؟ خليني شباب اشتريها، لانه بصراحة هيات السفينة الانتقال صعب جدا. خلينا نشتريها. اوكي مش عارف وين راحت اصلا. هاي السفينة يا معلمين ميثيكال مكتوب عليها. خلينا بس نشيل هذه، شيل هذه طيب، وحط لي الميثيكال. اوكي احسن طريقه شباب ان نوصل، لانه المعلم شكله مش عارف وين رايح اصلا. كل شباب يقول لي ويت ويت ويت، ومش عارف شكلهم بده يروح، بروح يمين وبروح شمال مش عارف وين بده يروح. في هنا جزيره، هذه هي معقول والله ورا باقي على طول معقول هي اذا كلها نخل وهذا بتهيل هي شباب، لانه جزيره انا شفت يعني شفت فيديو انه جزيره كلها نخل اللي تشتري منها الفواكه، فبتهيالي هي هذه. طيب شباب اعتقد وصلنا، اعتقد وصلنا. هي هذه، هي هذه، ممتاز. شكرا يا معلم، شكرا يا معلم. طيب شباب وصلنا على المحل، وصلنا على المفروض وصلنا على المحل. يلا يا معلم ودينا يا معلم نشتري. ايوه 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 يا سلام. هاي شباب الصندوق هذا لازم تشتريه يا معلم ب 1200، مش عارف بكم صار الحيني. خلينا نشوف بكم بس صار على السريع. الفروت باج صارت زي ما هي 1200، ماشي. خلينا شباب نشوف ايش في فواكه. في عنا كيلو، عنا مش عارف هذه ايش شكلها، الاختفاء السوكي. عنا هنا سبن، عنا يا معلمين بومب، عنا يا معلمين سموث. سموث ايش يعني؟ صراحة شباب مش عارف ايش بدي اشتري، والله ما نعرف ايش بدي اشتري. شكل فوق بخزن كلهم كيلو واختفاء، وهذه ايش قلنا؟ سبن بومب. نشتري البومب، 9000 البومب يود. والله شباب غليات الفواكه. عنا هذه المعفنة سموث سموث، ما بعرف ايش هي. الكيلو ب 12000 اغلى من هذا. ايش هاد؟ ايش هاد؟ في شباب فواكه رأس بنات. استنى يا معلم، المعلم راح يجيبهم قبلي. يا الله
طيب شباب، شرينا البوصله اللي هنا بصراحه، بس المنطقه اللي انا فيها هذه بصراحه ما مش عارف ايش فيها. الحين بنشوف، بنطلع هيك برا المدينه وبنرجع، بس خلينا نشوف الفاكهه هذه وينها الزفته. طيب الفاكهه مش عارف وين، او كيف بترسبن، او وين مكانها، او صاحبنا اخذها، او هي ما رسبنتش برضه. شباب مش عارف. عارفين شباب، انا ضيعت الوقت بصراحه، وانا ايش بستنى قاعد بس في الفواكه، والراحه اللي شايفين ساعه راحت من الدبل اكس بي. فخلينا شباب انا اروح الفل، وعشان بالمره نشوف كمان هذه الجزيره ايش اسمها بالضبط، ونشوف بالمره السياره تاعتنا هذه اللي شريناها او السفينه، نشوف اذا بنقدر نشتريها من هان او لا. مرحب. يس اوكي، هاي معلمين. بصراحه السياره هذيك مش عارف من جابوها، اللي كان يركبوها تحت ايش هذه. طيب تعال يا معلم، سوق كبير والله، سريعه يا شباب والله صاروخ. طب استنى خلينا بس نشوف هذه ايش اسمها الجزيره. مش راضي شباب لا يجيب اسمها ولا يجيب اي حاجه، ما بعرف ليش. مش مهم يا شباب، هاي جزيره باقي. شفتوا جزيره باقي انتم اللي رحنا عليها، وورا باقي على طول بتشتروا منه اللي ايش الفاكهه. طيب شباب شلناها، المعلمه كانت هان البوصله شلناها، خلينا نحط الشل تاون. ممتاز، المفروض هذه صح. شوف يا سلام، ركب معلم، راكب يلا. طيب يا شباب لفلت شباب ليفل 31، يلا ديليجنت جاهز البوس. هذول مين؟ ولا اقول لك سيبك منهم بلاش يسطحونا قتل. تهيل البوس هنا جوا، بيقول المعلمين بيعطيك ايتمات، بيعطيك امور من هذه. لقيته يا معلم، شكله شباب جوا. شكله هاي المهمه تبعته هنا اعتقد. هيو المعلم. هنا شباب نظبط هذا المعلم، وبعدين نروح نشوف الفواكه، اذا لقينا فاكهه كويسه هيك بنشتريها. زوره؟ لا هذا زوره، ايش ماله؟ معلم زوره هلب، بقول لك هلب المعلم. طب وين البوس يكون فوق؟ معقول؟ طيب شباب هيا تشوف البوس شو كيف شكله. ادخل يا معلم. طبعا شباب بدي اجيب مع سوب سانجي، انا كنت اشتريه بس شكلي مش هشتريه. استنى يا زين، يعني لما جيت انا ضربت الضربه تبعتك. طب استنى شوي، شوف ضربتي قديش كويس، مسحبش مني كثير. سطح دي ليجند، قتل دي ليجند ولا ايش؟ والله قتل. اشرد والله قوي يا معلم، بس مش عارف الهيل تبعه وين. تعال ضعيف. طيب اشرد، يلا دوري. والله سهل يا شباب ضربه، بس عاد ايش بدك تضلك تشرد منه. شكلي حموت يا معلم. والله شباب بوكسين بس شال نص دمي. شكله حيقتلني هذا، شكله حيقتلني. يا زلمه اهدى حالك شوي يا راجل. والله شباب هذا بده فريق كامل يقتله. لحقك يا معلم اشرد. اشرد الهجن، شوف كيف والله حاطط ضدك. تعال ضيف يا ضيف، انت وراسك هذه في فواكه رسبن، وكيف بدي اجيبهم الحين؟ ما اعطانيش حاجه. راح اجيب الفاكهه بسرعه، مش عارف بقول لي هيك قاعد فروت سبون. الف يا خيبتي وين، والله شاب بعيد. معلش الديليجنت حسيبك، انا بدي الحق يا معلم. راحت الفاكهه يا الله، مش عارف مين اخذها يا عم، ايش الحظ هذا. طيب شباب ما علينا، الفاكهه راحت. بدي اشوف انا بس، نروح على المكان اللي بيشتروا منه الفواكه. ايوه دغي عنقاء هذه ولا ايش؟ والله 5000 هذه. كراي ايش هذه؟ هذه فاكهه بتعيط ولا ايش قصتها؟ مش عارف. هيات سموث كمان مره حقها 500. والله الايس يا شباب شكلها اسطوري، 50000 بس يا معلمين. الايس 50000 بلي، وانا معي 4200 بلي، يعني السنه الجايه بنشتريها، وكمان بالروبو 3000 روبو. والله الدنيا صعبه على الاخر. طيب معلمين، المعلم خالد لقى لنا فاكهه كيلو. هات يا معلم، هات ارمي الفاكهه شباب غال. ايش هذا؟ والله لازم تشيلها زي هيك كمان، الكيلو غاليه زي ما شفناها قبل شوي. ايش هذا؟ ايت ودروب ايت يا معلم، مش عارف. خايف اندم على القصه هذه. وشوف الحين المشكله ايش، انه الستيتس انا مش حاطط اشي، بدها ليفل 125 وانا معي 12 نقطه بس. يا حبيبي بدك تلفلها ولا كيف هي نظام تلفيلها؟ بتهرب تحط نقاط على ما اظن بتلفل، على ما اظن. طب خلينا نشوف. والله شكلك تلفلها يا معلم الفاكهه نفسها. جبنا شباب كود، اعمل هيك يا معلم، كود للمعلم. يو شوف والله المهمه ضلت معي شباب، طلعت من اللعب ودخلت المهمه ضلت. طب كويس عادي كويس. هاي شباب الكود تبع الريست ستيت، نعمل كونفي. ايوه ممتاز يا سلام، ونظبط فاكهه مين الكيلو معي 102 نقطه. طيب معلمين، هاي شباب الستيت، حطينا 60 على الفاكهه، حطينا 10 على ستامينا و30 على الديفنس. بتهيألي كويس على ما اظن. السلام عليكم، ايش هذا؟ مش عارف ايش صار. والله شباب مشكله، اذا ما ضربتش حرف الزد هذه كيلوك. لا تقوليش كيلوك، والله شوف شكلنا تورطنا على ما اظن تورطنا. بضل يمشي زي، بس السنه الجايه حنقتله هيك احنا. طب كويس اللي ساعدني يا معلم ساعدني. خليني بس امشي لك عليهم شوي، اصبر. ايش الحركه الغبيه هذه؟ بتهيألي هيك لازم تلفل الفاكهه، ما اظن الشباب. انا حطيت 60 نقطه وما فتحش ولا حركه فتحه. ماشي
خلصنا المهمة وفي في ضربة كويس كويس في ضربة ايش هاد؟ اوي هذا بيطلع فوق يعني هيك؟ وين رايح؟ وين رايح يا هبيلة؟ يا عمي خلص انزل لازم اضغط اي؟ ايش بصير ولا حاجة؟ كيلو رايس والله عشان مش فاهم ولا حاجة من الفاك شكله بتضغط على الاي بعدين ايش؟ يعني زي هيك؟ بعدين زد خلاص يا زلمة ولا اي بعدين زد؟ مش عارف ايش هادي ما بعرف مالك متكهرب هيك ايش فيه؟ تعال 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 طيب شباب بدنا نلفل عند الهبل هذا يمكن هذا يلفل لي الفاكهة اسرع يلا يا معلم يا شباب بالنسبة للفواكه بتهيأ لي الفاكهة بدك تغيرها يا معلم لازم ايش تدفع على ما اظن يعني زي جراند بيس يعني قصدي فمش عارف لسه هذا مخرب هذا بالاسود مخرب يلا يا معلم تعال يا مخرب تعال بس اقول لك كلمة استنى شوي يا معلم مالك شارد طيب علمين بصراحة شباب الفاكهة بتلفيل كتير وفيش وقت مش عارف شباب مالهم تكهربوا هيك فاهم علمين حلب الفاكهة ان شاء الله بس يعني بين الحلقتين بين الحلقة هذه والحلقة الجاية بس الصراحة في المهم اذا عجبتك الحلقة ما تنساني من دعمك باللايك والاشتراك معي في القناة من هنا نطلع الحلقة هذه ان شاء الله براكم على خير وسلام هذه الحركة الغبية شوف شوف نايم المشكلة